ابو صهيب هذا الان اللي تشوف الجبل هذاك جبل احد. نعم. الطريق هذا من الحرم الان إيه؟ الى جبل احد إيه؟ هذا المسجد اللي حنا عنده الان إيه؟ مسجد الدرع هذا إيه؟ هذا المسجد مسجد الدرع صلى إيه؟ فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم العصر والمغرب والعشاء والفجر إيه؟ يجهز لغزوه احد إيه؟ والصحابه رضي الله عنهم مجتمع معهم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وأعد الجيش وأعد العتاد وسمي هذا المسجد بمسجد الدرع. والآن هو في طريق سيد الشهداء من الحرم إلى جبل أحد. جبل أحد الآن في وجهة لو تشوف اللوحة مكتوبة هنا طبعا عندها نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهبه إلى غزوة أحد وصلى العصر والمغرب والعشاء وبات فيه ثم صلى الصبح يعني الفجر وغدا منه إلى أحد. سمي مسجد الدرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه الدرع الذي كان يلبسه للحرم. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير.